السلام عليكم، شلونكم شبابنا؟ رسالة من بغداد من شباب التحرير إلى ميسان العمارة اللي هي مسقط راسي، شوفوها. رسالة لكم شبابنا طلابنا، أهم شيء طلابنا. الإضراب يبدأ من الطلاب، من الطلاب المتوسطة، الابتدائية معذورين، طلاب يعني أصغار معذورين. نريد من يومكم إضراب قوي. سمعنا من يومكم رسالة إنه أنتم عددكم قال صاير عدد قليل، فإحنا نريد الهمة من يومكم. وأريد هنا أنا أشوفه مسقط راس ميسان، بس عايش ببغداد، ما أريد أهل بغداد يقولوا لي ميسان قلت المظاهرات مالاتهم. شو تحب تقولوا لهم شباب؟ والله حرامات هذه، إحنا بعد طلعنا عيد وحدة، حرامات قاعدون بالبيوت وهالسوالف، طلعوا خلينا نتظاهر، هي بعد هاي راح تنتهي ما ظل لها شيء، حرامات باقي. شوفوا أنا شو أحكي لهم. إحنا عيد وحدة إن شاء الله، ولا تعوفونا بنص الطريق، وأنتم حزام ظهرنا، إن شاء الله تبديتوا المسيرة ويانا.